يستحب للصائم تعجيل الفطر، يعجل الفطر، ومتى يعني ما أذن يفطر. على ماذا يفطر؟ الأفضل والأولى يفطر على تمر، لا يفطر على رطب. الآن عندنا التمر له ثلاث مراحل، لأن بعض الناس الشيخ لا تعرف ترى الرطب، وهذا من نعم الله علينا نحن هنا. الرطب الآن عندنا الذي يخرج من النخلة، الثمرة هذه التي تخرج من النخلة لها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى قبل أن تنضج، يعني لا يمكن أن تؤكل، مرة. فعندما تبدأ بالنضج تكون كالفاكهة، هذا يسمى رطب. الآن عندما تصلح للتخزين هذا يسمى تمر. فالسنة أننا نفطر على رطب، إذا لم نجد أفطرنا على تمر، إذا لم نجد نفطر على ماء، إذا لم نجد نفطر على ما تيسر، خبز، برتقال مثلا. إذا لم يجد الإنسان شيئا، أذن المغرب عليه ولم يجد شيئا، نوى بقلبه أفطر. تعجيل الفطر وتأخير السحور يؤخر، ويستحب له أن يتسحر على تمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحر فإن في السحور بركة. بركة في ماذا؟ بركة في اتباع السنة، بركة في أنه يتقوى على الصيام، بركة في هذا الطعام الذي يأكل. قد يكون الطعام قليلا لكن يضع الله سبحانه وتعالى فيه البركة، ولهذا الله سبحانه وتعالى غني عن تعليم عباده. يا أخي تسحر واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يستحب للصائم قراءة القرآن. إذن هذا معناه أن يكون لنا ورد من القرآن، لكن اقتنم هذا الوقت في أن تتدبر القرآن. عندنا برامج ولله الحمد هذه الأيام التفسير الصوتي للقرآن، تستطيع أن تأتي بالشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله معك في أي وقت، تستمع ويقرأ عليك التفسير وأنت تسمع. الحمد لله أحسن من هذا المشاكل التي يعني جاءت علينا بوسائل التواصل، الله المستعان، إلا من رحم الله. فأنت تستطيع أن تستمع يا أخي إلى التفسير الصوتي للقرآن، كل يوم تقرأ آيات وتنظر في تفسيرها أو تستمع إليها. صلاة التراويح، الدعاء، استحب الدعاء، استحب العمرة في رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم يا رب الاعتمار في رمضان. أيضا إطعام الطعام، الإكثار من الصدقة، ذكر الله سبحانه وتعالى. أن الإنسان إذا شتم أحد ماذا يصنع؟ يقول إني صائم. يعني الذي يمنعني من الرد عليك أنني صائم. طيب الصيام في الحقيقة ينقسم إلى قسمين، صيام فرض وصيام نفل. صيام الفرض منه صيام شهر رمضان، وثبت صيام شهر رمضان فهو ركن من أركان الإسلام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. الله أعلم يا شيخ، نكتفي بهذا المقدار.